بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والخروب ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت بالسماوات والأرض فباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل خير ويا حيا بعد كل خير ويا حيا حين لا خير يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آباء الطاهرين جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماتك وما أحصى علمه وأحاط به كتاب اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أهدا وأقدا وبيعة له في عنقي لا أقول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأوانه والضابين عنه والمصارين إليه في قضاء هوائجه ممتثلين لأوامر والمحامين عن والسابقين إلى إرادته
والمستشهدين بين يديك. اللهم إن خال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتبرا كفني شاعرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكه الناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي مجتا وانفذ أمرا واشدد أزرا وعمر اللهم بي بلادك وأهي بي عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقا ويحق الحق ويحققا. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما رطل من أحكام كتابك ومشيدا لما برد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته. وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضور وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
برحمتك يا أرحم الراحمين. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان.